السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فصلنا السروال ديالنا وخدمنا فيه شي حوايج اللي غادي نوريكم دابا. هاد الحوايج هادو يعني إلا بغيتي تخدم السروال وبغيتي يطلع لك مزيان غتخدم هاد الحوايج وتنوض تصلح عاد تمشي تكمل. بالنسبة للمبتدئين اللي ما كيعرفش يحدد السروال هاد الطريقة هادي راه تسهل عليه بزاف، يعني قبل ما يتخيط كامل كنخيط خيط السوبو ديال البراكيت، السوبو والبراكيت هادو وحدة، هادو ديال السنسلة ديال السنسلة، كنصوب البليات. البليات فاش كنشد البلية مثلا عندي في البلية جوج سنتيم، هي هادي ما كنهبطش بها نيشان، كندخل بها هكا لداخل، كندخل بها لداخل باش ملي كتحل تقلب السروال على وجهه ما كتجيش مزيره هنا، كتجي واخده راحتها. يعني انت تخيط محرف، ما تخيطش نيشان. داك جوج سنتيم ولا جوج سنتيم ونص اللي غنهبط في البليه ما نهبطهاش نيشان، غنهبطها محرر خارج. درت البليات ديالي ودرت الجياب ودرت السوبو والبراكيت. دابا شنو بغينا نعرفو المصلوح. هاد البليات هكا كنحددهم هكا من الداخل، كنهبط غير واحد 15 سنتيم ولا بحال هكاك، اي حاجه حددتها حتى كنبردها عاد كنحركها باش ما تعاودش، باش المصلوح كيبقى شاد. هادشي كامل كيسهل في الخدمة وكتطلع ناضية. من بعد غادي نخيط هنا حتى نبغي نزديه، هذا كنشدو وكنطويه على جوج، كنحط واحد على واحد وكنطويه. هذا غير الماء حيت المصلوح ما فيهش لافابور، كندير له الماء، فيه لافابور خاسره، هي لافابور حسن ولكن حتى الماء راه قاضي الغرض، غير يكون المصلوح مزيان راه ماشي مشكل. هاد الجيب كنخرجو باش ما يتطرص عليهاش في السروال، وهادي كنتبعها تمشي نيشان مع
هانتوما هادي البلية غادي نقلبها تمشي لبرا. غادي نلاقي دابا هادي مع هذا، هادي ها هي قاتلة راسها هنايا، وهادي هانتوما السروال ديالي باين من دابا، من دابا كيبان لك السروال ديالك واش طالع مزيان ولا واش طالع هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. من هنا نفس العملية الأخرى، الضوبة الأخرى، هاد الخدمة هادي لما كانتش واضحة قولوها لي في التعليقات، نعاود لكم الطريقة ديال الخدمة السروال كاملة بليات، ويعني خياطة حاجة اللي ما خيطتهاش قدامكم نعاود نخيطوها. المهم اللي كنوصل بالمصلوح من هنا حتى لهنا، نتقدم عاد بلاص السوبو خط الباصان، هنا كنحد المصلوح ديالي كنحدو هنا، ومن بعد كنرجلو مع البلية ما نطلعش لفوق. دابا عاد نطلع لفوق اللي كيكمل السروال، فاش كتبغي تصلحو كيجي ساهل. دابا غنزدي السلسلة، نزدي السلسلة ديالي ونزدي السروال مع الديرير، نعاود نصلح هادو ونصلح السلطة باش نفيني. زديت السروال ديالي في الجناب وصايبت السنسلة، وصايبت جيب الخلف. دابا غنفرق هذا، نفرق هذا المصلوح، دابا كنولي كنفرق هذا ونفرق الجهة الأخرى، كيولي السروال ديالي ساهل ومصلوح.
السروال ديالي هو قريب، هو بدا كيبان. هاد المصلوح باقي شي شويه مسوفل، خصو يعاود يتصلح حتى يتفينا. هاد الباصات هادو اللي هما كنقولو لهم بيستولي، هما هادو باش يبانو هكدا، غادي يكونوا في الصمت في الحزام. هما كنركبو كنجيبوها حدا البلية، كنزيدوها بسنتيم وكنحطوها، وكنحطو الأخرى هنايا وكنحطو الأخرى. المهم كنقاسموهم باش يجي داكشي موازن. هنا غادي تكون ديال الخلف، كنقطعوها. هو هي راه احسن ديروا ليها، ديروا ليها باترون، كتخيط وكتحط الاخرى قبالتها بحال هكا وكيتخيطوا باش ما تبانش لكم. هنا كتخيط هنا وكنحط الاخرى قبالتها باش ما كيتخالفوش لي من الشمال، وكنبقى غادي بحال هكا. ملي كنخيط هاد الخيطة الأولى كنشدها كنجمعها وكنخيط، وكعاد كنخيط باش ملي كنقلبها هاد التبطين هذا كيدخل لداخل. وقبل ما نقلبها ملي كنقطعها كنكراني هاد الدورة هادي، غير هاد الكود. ثم الاخر ماشي الدوره الاخرى ماشي مشكل، عاد كنقلب دابا كنحددها، وكنحدد هذا التبطين هذا كندخلو لداخل. هو التبطين جاي لداخل، والباصه ديالي هي هادي. هادو راه ما عندهمش شي قاعده ولا، انا كنت في الاول كندير لهم باترون قبط صايبها ودير لها باترون 6 سنتيم ولا على هذيك 8، كندورها غير بيدي وخدمها حتى تجيك مزيانه، عاد بقا تمشي على داك الباترون. عرفتي تقطعها ديريكت، غادي تقطعها ديريكت، كل واحد كي كيديرها. من بعد هاد الصمطه الحزام كنخلي لونغيطا هي هادي مثلا اللي غادي ندير فيها العبار اللي غادي تجي شايطه حتى لهنا. نقيس وهاد الجهة الأخرى راه كتكون ناقصة على هادي اللي درنا، ها هي. وكنشيط هنا داك السنتيم ولا 2 سنتيم. وهادو كنقطع عليهم البيزلين، الرجلين انا كنخدم بهذا من طراسي، هذا كيقولوا ليه فيزلين من طراسي. هذا كيتسمى هاد الشرطات هادو كيتسموا لا طراس. ملي كتحددو واحد كتخيط عليه
واحد كات طويل كتجيب لك العبار هو هذاك بلا ما تبقى تراصي في الاخر ويدير لك الروطه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا راه ما كيبغيش الماء ولا لافابور في الخدمة ديالو، كيبغي غير المصلوح سيك، ونصبر عليه شي شويه راه كيبغي المصلوح باش يلصق، وما نحركوش وهو سخون حتى يبرد. كنتمنى تشجعونا، راه داكشي ديالكم والله الا راه ناقص، واخا كنقول التعاليق ديالكم راه صراحه شي وجوه راه الله يعمر ليهم الدار، والله يعمر لكم الدار كاملين حتى اللي ما كيحطوش زعما التعاليق، ولكن لو حطيتو التعاليق راه شي شويه غادي نكون معاكم فايق حتى انا. تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين. شي مرات كيجيني الملل، ولكن راه كاين شي وجه ما غيخليونيش، هما اللي غيخليوني نستمر، هاد الوجوه هما اللي غيخليوني نستمر، هما راه عارفين روسهم اللي ديما حاضرين، نتوما اللي غادي تخليوني نستمر. هما الواحد كيستافد يقول راه كنستافد. الله يرحم الوالدين ويرحم لكم الوالدين كاملين. هادي غنساليها كنطويها، هادي واخا ندير ليها الماء او لافابور شي شويه ماشي مشكل. هانتوما هذاك الشيء ناضي، قربنا للشكل النهائي ديال السروال. احنا فين وصلنا في السروال ديالنا، احنا فين وصلنا في السروال ديالنا، الباصا ديالي دابا الباصا كنحطها هكا مقاده، كنجرها شي شويه من هنا باش ملي كنخيط وكنطوي هادي كتجيني مرتاحه. فهمتوني؟ هكا غادي تجي، هكا غادي تجي ان شاء الله. هاد لونكيطا هادي الحلاوه ديالها هي 6 سنتيم، 6 سنتيم، وكتخيط هكا، كنخيطها ديريكت، وعاد كندير هنا واحد التوريته بحال هادي، كنديرها هنا على حساب الصدفة، وكنحط فوقها غريغران وكندوز حتى كنخيط هادشي بصح، وندير بوش بواترين ونجمع. ودابا راه الوحدات الليل هادي نمشي في حالي حتى الصباح، الا صورت فيه شي حاجة راه غادي نزيدها لكم، ما صورت شي. نتلاقاو في فيديو اخر وسمحوا لي، والسلام عليكم، وما تنساوش لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.